بسم الله الرحمن الرحيم. دابت كلية الهندسة الخوارزمي على توجيه الأقسام العلمية لغرض تطوير الملاكات الطلابية لتكون مهيئة لسوق العمل بالاختصاصات المختلفة لاختصاصات كلية الهندسة الخوارزمي. ومن هذه الأقسام قسم هندسة المعلومات والاتصالات الذي كان وما زال يهيئ لقلبته المواد العلمية المطلوبة في سوق العمل حاليا. قسم هندسة المعلومات والاتصالات يمد بصلة كبيرة إلى التكنولوجيا المتنوعة التي توائم حافات العلوم الهندسية، وهذا هو صفة كلية الهندسة الخوارزمي. وبتوجيه من السيد عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور محمد عبد عطية السراج، توجهت أقسام الكلية العلمية بإقامة زيارات علمية لكافة القطاعات الصناعية والحكومية والأهلية لغرض إشباع توجهات الطلبة وربط العملية الأكاديمية العلمية المعطاة داخل أروقة الكلية بسوق العمل وما يجب على الطالب معرفته بعد تخرجه لغرض الاستفادة من إمكانياته العلمية والعملية المعطاة داخل المختبرات العلمية في كلية الهندسة الخوارزمي. لهذا اليوم نقوم بسفرة علمية تمد بصلة كبيرة لتوجهات قسم هندسة المعلومات والاتصالات وفرعه المستحدث والخاص بقسم فرع هندسة المعلومات ووسائط الاتصالات المتعددة، وهو ما يخص القنوات الفضائية بكافة توجهاتها الهندسية. اليوم ستكون لنا زيارة إلى إحدى القنوات الفضائية لغرض التعرف على الجانب الهندسي لما يمد بصلة كبيرة للقسم وفرعه المستحدث من أجهزة هندسية تابعة للصوت والصورة، بالإضافة إلى عملية الاتصال الفضائية وهو أحد الدروس الأساسية التي يقوم بتدريسها القسم والفرع، وزيادة معرفة الطلبة بالتوجه الحالي التكنولوجي الذي تتبارى إليه القنوات الفضائية بمساعدة طلبة الأقسام العلمية التي تمت بصلة من أقسام كلية الهندسة الخوارزمي. اليوم ستكون لنا هذه الزيارة بالاتفاق مع شبكة القنوات الفضائية لغرض عرض الصورة حية أمام الطلبة ولزيادة معرفة الجهات الأخرى بإمكانيات طلبتنا من الناحية العلمية والناحية العملية، لما له تأثير كبير في استقطاب الطلبة المتخرجين من أقسام كلية الهندسة الخوارزمي وبما يعنى بقسم هندسة المعلومات والاتصالات وفرعه الخاص بهندسة الإعلام بشكل خاص. نأمل أن تكون هذه الزيارة من ذات فائدة متوخات وحسب توجيهات السيد عميد الكلية بربط الواقع الخدمي والواقع العلمي والعملي الموجود حاليا بالدراسات العلمية لغرض تحديث المناهج بما يتلائم مع سوق العمل. الأستاذ المساعد الدكتورة سهى محمد هادي، رئيس قسم هندسة المعلومات والاتصالات، شكرا جزيلا. هذا اللي كاميرا هذا يعني
هذا الكاميرا كنترول تقدر تتحكم بفتحة العدسة بالألوان نعم الكاميرا كلها بيصير يشتغل كاميرا هاي سي جي هناك أول هذا الهاي هو اتصالات يعني اتصالات نمبر هاي برد بالمكسر يقدر يسمها مقدم مال لا تكيو سي جي هذاك بالبداية نعم اللي هو الكاركتر جنريتر اللي هو تعرفون شنو شغل سي جي شاكر هذا جوا النيوز بارت اوكي فوق يصير سي جي ما فهمت يعني اذا تنزل على المواد فشي نعرف المواد اللي عباره عن جوا راح يكون شغل السي جي مالته لو تكيو انه ربط بالكاميرا لو تكيو على مود السكرت مال البرنامج جبال اللي هو هذا اول جهاز من يوم نزلت السيجي صحيح هذا السيجي اوكي هو الكاركتر جمعي لو انت كيو بتلي شوي هذا سويتش هذا السويتش حتى يطلع بالمي ويبدأ دي الله تعني شو هنا شو هاي العامة هاي العامة العامة اللي هي تعرف كل المكان هذا الميديم يصر على المقدمة هذا الميديم يصر على المقدمة سنعد ما يسمى على الأصوات هذه أصوات هذه أصوات هذه أصوات هذه أصوات هذه أصوات هذه أصوات هذه راح يبين النام من يطلع بلاي ثانك يو المخرج راح يقطع المكسر مال مال اللاين لا لا هذا المكسر مال الصوره غير مباشر عندنا المخرج هو الماستر كنترول يعني يطلع كيو له بالزبور يطلع كيو له باللبس بنفس الوقت يطلع بالفيديو يطلع بالصوره صوت مالي حتى يصدق أن صوت عالي إذا كان نازل إذا فلتر كل الشغل منها من هنا هي كاميرا كنترول منها كنترول مال كاميرا كل شيء مال كل الكاميرا هذا راح يصعد W1 احنا نبث منه W6 نبث المقر البث الهيليكوبتر يصعد W1 ينزل من الوسط اللي هو 9 سيركل يوصل فشو ديليك سيركل شو صدق لازم هاي اساسيات هاي اساسيات بس ايش عندك بس اذا ما كنت تطلب هذا صلاحي هذا مش اساسي اللي هو الانتميشن شيء صغير
هذا الويب فورم هذا الويب فورم
Thank you.
التواصل
Thank you.
جانب التدريس في مجال
احنا قناة الرشيد كان مواصل امامكم بالاستفادة واحنا نفتح كل النوافذ والابواب امامكم لكي نعمق التعاون يكون زيارتكم هاي هي بدايه الطلاب اللي اجوا اليوم طلاب مبدعين واكيد هم يعني ثمره دراستهم راح تكون لصالح خلال هذه السيارة تعرفنا على أجزاء هذه القناة ترابطاً واللي تتكون من هذا الآن نشوف الاستوديو خلال استوديو البث المباشر تعرفنا على أجزاء وهي أجهزة حديثة وترابطاً جداً وتؤدي والموظفين هناك كلش تأدون واجبهم كل يعني بالحساب والحمد لله فهي إن شاء الله راح تكون قناة الرشيد يعني نموذج مميز لقناة عراقية بث الواقع شوف ان هذا المكسر الصوت وكل هذا المكسر الصور وهذا السي جي وكل هذا اللوجو مال القناه اجزاء فيها اجزاء هندسيه تعرفنا عليها والحمد لله الشغل هنا صيانه تمام كلش يعني الاجهزه مترابطه تمام في الختام اتقدم الشكر لكاد قناه الرشيد على حسن الضيافه ولما قامت به من هذه السفره العلميه استفدنا من خبراتهم ان شاء الله والشكر الطالب وسام عبد الحسين المرحله الرابعه على حسب معلوماتي Thank you.